الأخلاقيات لا تنسوها، والإنسان حسن الأخلاق في بيته محبوب، في عائلته محبوب، في المجتمع محبوب، عند الحكومة محبوب، عند الشعب محبوب، عند الله محبوب. أكو في الحديث الإمام زين العابدين إذا أراد السفر إلى الحج كان يذهب مع قافلة لا يعرفونه، يذهب مع قافلة، القافلة جاي من بربر، من تركمانستان، من معادي أفغان، فالقوافل اللي ما يعرفون، لأن قوافل مدينة ومكة وعراق وحجاز يعرفون الإمام، لكن قوافل جاي من الخارج ما يعرفوه. إذا لم يمرون على المدينة الإمام يلتحق بهم ويكونوا فيهم، لماذا؟ حتى يخدمهم، وتدري السفر وتعب وفوق الخدمة. لكن هذا الولد المحترم الشاب أو الشابة المحترمة لا يساعد ولا تساعد أمه ولا أباه في دكانه أو بيته. أنت شاب موظف صحيح، شفت بيتك مو نظيف أكنست، رسول الله كان يكنس بيته، يعني أفضل من رسول الله؟ الرسول يقول الصديقون من أمتي من يخدم بيته، هذا صديق من أمة رسول الله. جيت شفت زوجتك المسكينة أو أختك أو أمك أو أي واحد، حتى الخادم في البيت، هذا مغسل ملابس وجت لها وعرق وكذا، شو يساعد؟ ساعدها. الإمام السجاد كان يسافر مع قافلة لا يعرفونه حتى يخدمهم. حقيقة إذا تعلمنا تعاليم الإسلام التف العالم حولنا، أما العالم يشوف ما عنده شيء.